وبعد ما تابعنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إطلاق احتفالية ومعرض محكى رمضان زمان بمكتبة الإسكندرية، وأهم الماتشات اللي هتتلعب النهاردة في الدوري المصري وكمان دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية هينظموا احتفالية ومعرض تحت عنوان محكى رمضان زمان بالقاهرة. ده هيكون الساعة 8 بالليل مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب. هتقام الاحتفالية بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الثقافة والهلال الأحمر المصري، وتحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. النهاردة هتنطلق مباريات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز بإقامة مباراة الزمالك وفاركو، على أن تستكمل المباريات خلال باقي أيام الأسبوع. كمان النهاردة مجلس إدارة اتحاد الكرة هيعمل اجتماع تكميلي لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضي واختيار مدرب جديد للمنتخب. ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصري أو أجنبي، والبدء بعدها طبعاً في البحث عن السي في لاختيار الأفضل للمنتخب اللي هيستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. لعشاء دوري أبطال أوروبا، موعدهم النهاردة مع مباريات من العيار الثقيل في إطار جولة الإياب للدور ربع النهائي للبطولة. المباراة الأولى هتجمع ما بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني، الثانية هتجمع فياريال الأسباني وبايرن ميونخ الألماني الساعة 9 بالليل.